بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. ورجعنا لكم لمتابعة الطماطم، الأربع أصناف طماطم اللي احنا زارعينهم في الأوبن فيلد اللي قدام حضرتك ده هو. تمام، بنشوف زراعة الطماطم دهيا. يعني أنا شايف الأربع أصناف أكيد دلوقتي النهاردة لنا 45 يوم، لنا 45 يوم أكيد في اختلافات كتيرة. أنا واقف دلوقتي بين صنفين، الصنف الأول ده هو اللي هو الروانزا، مبكر جدا الروانزا، يعني أنا شايف إن هو مبكر ومبكر جدا كمان، لأن أنا واصل عندي حاجات هي 50 جرام. تمام، أنا واصل عندي حاجات 40 ل 50 جرام، وابتدى يطلع كلاستر الرابع، ده كلاستر أهو. تمام، ادي الكلاستر الثاني اهو، ادي الكلاستر الثالث اهو، ادي الكلاستر الرابع اهو. تمام، في المتر الاولاني، في المتر الاولاني. تمام، الملاحظ برضو في الصنف ان هو ما بين التربه وما بين الكلاستر اهو. تمام، والتربه اهي. تمام، انا ملاحظ المسافه مش عاليه، ودي ميزه تحسب للصنف مش ضده يعني. تمام، بلاحظ برضو، بلاحظ برضو ان الصنف نفسه النمو الخضر بتاعه مش شديد قوي، او الليف اريا الورقه بتاعته نفسها مش شديده قوي يعني، ودي طبعا حاجه مش مغيره في قصه، نرجع تاني، مش مغيره في قصه اللي انا في الاخر عايز ثمره يعني. تمام، انا حاسس الصنف متناسق الورقه مع النمو الخضري، قصدي مع النمو الثمري، حاسس ان هو متناسق وكويس جدا يعني. انا اهو نرجع تاني، ادي الكلاستر اهو، ادي حاجه تانيه، ادي الكلاستر التاني اهو. تمام، ادي الكلاستر التالت اهو، ادي الكلاستر الرابع اهو. تمام، يعني شايف اموره كويسه وكويسه جدا كمان. دي اول حاجه في الصنف الروانزا ده. تمام، طبعا مش صنفي ولا بتاجر اصلا يعني، انا بقول على تجربه انا عاملها. طيب، واعتقد على فكره الاصناف دي كلها بتاعت شركه واحده يعني. نشوف الصنف التاني اللي هو ده، لا الصنف ده متأخر شوي، الصنف ده متأخر شوي. ده صنف ايه بقى ده؟ الصنف ده اللي هو الهزاع، الصنف الهزاع ماشي متأخر شوي، نمو الخضر بتاعه شديد وشديد جدا كمان، ولكنه متأخر شوي، متأخر بعد 45 يوم. انا لحد دلوقتي يعني مش شايف اي حاجة فيه يعني، يا دوب اهو تزهير، اهو بدأ تزهير، وفي حب، في حب بس بسيط يعني، في عقد بس بسيط اهو. ولكن على النقيض بحس ان هو شايف ال 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 ان ال سمك الساق رهيب رهيب، مساحه الورقه برضه ممتازه. طبعا كله بيشرب زي بعضه، كله بيتسمد زي بعضه، مفيش فرق في القصه دي. تمام، الغرض من التجربه قلنا ان احنا الصنف اللي يجود معانا في الزراعه الخارجية، ليه لا ما نزرعهوش في الزراعة الخارجية؟ تمام، لازم نزرعه في الزراعة الخارجية طالما هيجود وهيبقى كويس ومش هيكون حساس للندوات، مش هيكون، لان بره الدنيا مش مظبوطة معانا شوية. طيب، ده صنف ايه بقى؟ الجدع يعرفه، ده انا زرعه قبل كده وتقريبا يعني الى حد ما في عشق بيننا وبين بعض يعني. هو تقريبا صنف ها فورستر، فورستر اهو ما شاء الله برضو. حاسس يعني ان هو كويس ممتاز، جايب التالت والرابع اهي، فليته اهو، ده الفورستر، ده صنف الفورستر. تمام، ده الصنف التالت، يبقى الاولاني كان روانزا، واللي جنب منه قلنا اللي هو صنف الهزاع، ده الفورستر يا حضرات، ده الفورستر. تمام، ده صنف الفورستر، شايف برضو ان هو والله كله ما شاء الله ممتاز، بس في الاخر طبعا هنقيم وهنحسب الانتاجية وايه اللي غلبنا وايه اللي ما غلبناش، كل الحاجات دي هناخدها في الحسبان. تمام، طيب هنبص في الصنف ده، هو شايف الخطين دول، ده صنف وده صنف، ده الفورستر وده الايه بقى، ها قول معاي، نسيت سيلفيانا، كلك الشركة، ده الفورستر انزا زادن،
وسيلفيانا انزا زادن والروانزا انزا زادن. الوحيد اللي سيمنز فيهم مين؟ هزاع. تمام، شايف صنف ما شاء الله متفوق والله، ما عندنا حتى في البيوت متفوق، ولكنه في الحراره ما انصحش بيه، انه سريع وبيجري بسرعه منك وامورك مش هتبقى كويسه معاه. تمام، ده صنف الايه السيلفيان. طيب الاهم، الاهم ان احنا عايزين نربي. هنربي النبات ده ازاي؟ انا لحد دلوقتي مشيت اول متر بربي عادي خالص اهو على الخيط، الخيط اهو تمام، مفيش اي مشكله خالص، الخيط اهو تمام. بعد كده ابتديت مش هرب، مش هشيل حاجه خالص، يعني المتر الاولاني شلته، المتر ونص الثاني ده تمام، ولا الاثنين متر دول، دول هسيبهم يا جماعه، والافرع الجانبيه دي انا هستفاد بيها. واحد يقول لي طب هتستفاد بيها؟ هقول لك النبات بره مفتوح، الاضاءه كويسه جدا، دنيته وليلته حلوه، تمام؟ دنيته وليلته حلوه، شايف؟ النمو الخضري نفسه بيفتري على النمو الثمري، تمام؟ النبات قابل ان هو يتحمل. فده ليه ما اخدش منه؟ تمام؟ وده ليه ما اخدش منه؟ كل الحاجات دي هاخد منها، تمام؟ هسيبهم، هسيب دي، وهجيب زي تربيه الفلفل، هجيب خط او خيط وهربط على هنا وهنا، بحيث ان انا استفاد من المتر ده هو النبات يكون طالع بكامل الافرع الجانبيه بتاعته، هيكون طالع بكامل الافرع الجانبيه بتاعته. ده اللي انا باذن الله تعالى بعمله، وبعمله دلوقتي. ليه؟ النبات قوي يتحمل اكتر. شايف انت عمرك شفت سمك زي ده؟ عمرك شفت سمك زي كده؟ شايف السمكه؟ شايف؟ شايف السمكه؟ شايف السمكه بتاعت النبات؟ شايف سمكه الساق؟ شايف سمكه الساق؟ خساره السمكه بتاعت الساق دي، مش هسيبها انا على الازهار اللي تحت دي بس، لا ده انا لازم اخد منها. شايف اهو؟ طيب انا هنا ده هو الرئيس يا جماعه، ده المينستيم الساق الرئيسي اهو، اهو تمام، ده الساق الرئيسي اهو. طيب انا عندي الساق ده المتفرع او الافرع الجانبي، طيب انا عندي اهو، ليه ما اخدش منه؟ اخدش منه ليه؟ اربع خمس كلسترات هو كمان هاخد منه، ايه المشكله يعني؟ ولا زعلني في حاجه. ليه؟ النبات عندي قوي، مفيش اجهاد، احنا في الشتاء دلوقتي مفيش اجهاد حراري عليه، فبالتالي مش هيزعل النبات في اي حاجه ان انا استفاد منه، تمام؟ تصدق بقى، شايف بقى ال 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 ما شاء الله برضو مدياني، يعتبر مبكر يعني، مبكر برضو مديني حاجات هي ال 30 و 40 اللي هو السلفيانا، مديني 30 و 40 جرام. الملاحظ برضو في السلفيانا يا جماعه ان العدد بتاع الكلسترات منها كويس، يعني ادا 2 4 5 6 7 8 9 9 كويسين، ولكن هي مديه فوق شويه، تمام؟ 9 كلسترات، الحياه ممتازه يعني. هنربي على كده يا جماعه، هنربي على خيط هنا جانبي وخيط هنا جانبي، وهنرفع النبات بتاعي لحد فوق ان شاء الله باذن الله تعالى تكون اموره يعني كلها ممتازه. تعالى هنا انا مربي اهو، اهو الخيط اهو، تمام الخيط اهو والخيط الثاني، والنبات عندي ابتدى ينتظم وهيمشي لفوق، همشي لفوق بكل الحياه بتاعته دي، بورقه بالسيقانه بالافرع الجانبيه، بابا غنوج، وكله هيطلع لفوق، تمام كله هيطلع فوق، النبات معايا زي الفل، ما زعلش نفسي في اي حاجه خالص يعني. ده ما اهو اهو الخيط تحت، ما فيش خيطان، انا مش مربي من تحت ما فيش حاجه، انا يعني الحلاوه بتاعتي عايز، انا عايز الخيط، الخيط اهو جانبي اهو، تحت ما عنديش حاجه خالص، ما عنديش حاجه خالص، انا كل قصتي في ده، ان الم النبات من فوق ما يقعش مني، ما يتكسرش، ما تكسرش، يبقى دعم بخيط زي ده. ما تقوليش ثمن الخيط، ثمن الخيط لا يساوي حاجه جنب كيلو طماطم بتاخده زياده من الشجره، يعني ثمن الخيط ما يساويش حاجه جنب كيلو طماطم بتاخده من الشجره. كيلو الحديده دي عندنا من ايام الفلفل، تمام، موجوده متلقحه، بتخسر، بتستهلك، بينزل عليها المطر، احطها استفاد بيها، تمام، احطها واستفاد بيها اهو. الخيط اهو، يعني امورك يعني ممتازه، وممتازه جدا كمان اهو، همشي كله ان شاء الله بكده، تربيته تكون كده، وانا بدعو برضو ان يعني اهو شايف حضرتك ثلاث سقان اهم، ثلاث سقان اهم،
واحد اثنين ثلاثة في الشجرة، حرام ان انا اقصهم، حرام، لازم دول اطلعهم زي ما هم. استفاد لو كل واحد فيهم جاب لي بس ثلاث كلسترات، وهيجيب اكتر لو جاب لي بس ثلاث كلسترات، في كل كلستر بس اربع حبايات، يبقى 3 في 4 ب 12، 12 في ربع كيلو، يعني هيجيب لي حوالي 3 كيلو، 3 كيلو طماطم او 2 كيلو ونص، لو في 3 افرع يبقى انا هعدي وهعدي وهعدي. يا بال ده الفرع الجانبي ده اهو، ده جايب اول واحد اهو، اتنين، ده في اتنين من هنا اهو، يعني من الاول ده فرع جانبي، ده زهره اهي، كلستر اهو في 4، والكلستر التاني لسه اهو، يعني ده هيجيب له ايه على الاقل خالص 5 كلسترات. تمام، لو 5 في 5 هنقول 25 حبايه طماطم، 20 حبايه طماطم، في 3 في 60 حبايه طماطم. تمام، المتوسط بتاع الكيلو كام؟ 5 حبايات، يبقى هيجيب لي 10 حبايات طماطم، 10 كيلو طماطم من فوق بس. تعال شوف ما شاء الله، صنف ممتاز جدا والله، يعني دنيته كويسه. هنشوفه في الاخر، يعني انا بعمل تجربه ليا ولكل الناس وبعرضها، اخافش بقى من حاجه، اللي يزعل يزعل، ما يزعلش ما يزعلش، مش فارقه معانا في حاجه، اهو نفس القصه دي، هنقومه باذن الله كله باذن الله تعالى. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.